بالنسبة لمن يسألني عن طريقة تحميل هذه الوثائق كلها، فكلها يعني طبعا مواقع مختلفة. بالنسبة ل passenger location form التي نحتاجها لعودتنا إلى بلجيكا، فأتذهب إلى موقع info.coronavirus.bal.pl.f، هو passenger location form، وبعد ذلك هنا لدينا إما أن تملأه عن طريق الإنترنت يعني عن طريق الكمبيوتر، أو تقوم بتحميله بهذه الطريقة وبعد ذلك تقوم بطبعه. هذا فيما يخص passenger location form. ولدينا هنا وثيقة الباسبور للكورونا يعني بالنسبة للملقحين، فتذهب إلى موقع mijngezondheid.be أو mijngezondheid.belgië.be أو بالفرنسية monsante.belgique.be، وبعد ذلك تقوم بتحميل الجرعتين، الجرعة الأولى والجرعة الثانية. بالنسبة للبطاقة الصحية للمسافر للمغرب، تذهب فقط على جوجل وتبحث استمارة الصحة المغربية أو بطاقة الصحة المسافر المغربية، وتختار. بالنسبة لي هنا أختار الاختيار الثاني santé.gov.ma، هو الموقع الصحيح، وبعد ذلك تعطى لنا هذه الوثيقة ويمكن تحميلها إلى غير ذلك. بالنسبة لمن لديه أسئلة عن البلدان الأوروبية وطريقة التعامل مع من سيسافر إلى هذه البلدان، فيمكن الذهاب إلى HLM أو HLM.be، وبعد ذلك Reisweiser. Reisweiser يعطي لنا فكرة عن كل هذه الدول الأوروبية، ألوانها إلى غير ذلك. مثلا تختار إسبانيا في هذه الحالة، فهنا تعطى لك كل التدابير الواجب اتخاذها هناك في إسبانيا، وكذلك التدابير الواجب اتخاذها بعد رجوعك من إسبانيا، لأن هناك فرق في هذه الدول إلى غير ذلك. فبالنسبة لي هذا موقع جيد لمعرفة كل ما يجب عليك اتخاذه من تدابير وإجراءات إلى غير ذلك. كذلك يمكن العثور على هذه الوثيقة التي تشرح بشكل بسيط الإجراءات الواجب اتخاذها بعد رجوعنا من السفر. مثلا هذه الخانة بالنسبة لمن تلقى اللقاح بشكل كامل، هنا فرق ما بين دول الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد الأوروبي، وهنا هذه الخانة هنا خاصة بمن لم يتلقى اللقاح بشكل كامل، فهناك فرق ما بين الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا الموقع يسمى info.coronavirus.be Reisen، هو نفس الموقع الذي يمكن لنا تحميل الباسنجر لوكيشن فورم منه، يعني بهذه الطريقة إما ملؤها عن طريق الإنترنت أو تحميلها كيفما شرحت لكم. سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعوني أشرح لكم أكثر عن موقع www.info.coronavirus.be باللغة الهولندية. فلدينا هنا 10 نصائح والتي هدفها هو الحد من انتشار فيروس كورونا. لدينا هنا الحالة الوبائية في أوروبا وتقسيم الدول حسب الألوان، دول خطيرة كيفما نقول يعني مثل إسبانيا وأجزاء كبيرة من هولندا. بالنسبة لبلجيكا فهي باللون البرتقالي حاليا، اليونان باللون الأحمر أغلبها أظن. هنا لدينا كذلك معلومات بالنسبة لمن يريد السفر إلى خارج بلجيكا، فهنا ممكن تحميل استمارة PLF باسخير لوكاليزاتسي فورمولير، كذلك أن نلاحظ ما هي الألوان التي أعطيت لبعض الدول التي نريد الذهاب إليها، كذلك نصائح وزارة الخارجية بالنسبة لكل دولة، فبضغطك على هذا الموقع تذهب مباشرة إلى موقع وزارة الخارجية ونصيحة كل دولة. كذلك يمكن لك أن تطلب اللقاح أو تطلب التحليل أو أن تقوم بتحميل باسبور اللقاح إلى غير ذلك من هذا الموقع mijngezondheid.be أو covidsafe.be. هنا كذلك الحالة الحالية فيما يخص كورونا، الأرقام الموجودة حاليا، كذلك قرارات اللجنة الاستشارية لمحاربة كورونا، هنا بعض النصائح بالنسبة لمن يسافر للعمل، هنا لدينا كل ما يتعلق بكورونا من لقاح وتحليل وفحص ونصائح إلى غير ذلك، وما المعمول إذا أصبت بكورونا أو التقيت بشخص مصاب بكورونا، كذلك ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لمحاربة كورونا. هنا لدينا build and video، فهنا تم ترجمة الكثير من هذه النصائح والقرارات والإجراءات إلى غير ذلك إلى لغات أخرى، وكذلك صوتيا يعني
الترجمة الصوتية، فإذا ضغطت هنا إنفع ضغطت على build tall audio and framed tall سيذهب بك الموقع إلى لائحة للغات التي تم ترجمة هذه الإجراءات إليها. مثلا لدينا 38 لغة، فمن بين هذه اللغات اللغة العربية، فنضغط على اللغة العربية، وهنا كل هذه الإجراءات وكل هذه النصائح إلى غير ذلك تم ترجمتها كذلك إلى اللغة العربية، وأنا من بين المترجمين الذين قاموا بترجمة هذه الإجراءات إلى اللغة العربية. فمثلا فلنأخذ مثال تيم باسس ريخس فورد زومر، يعني نصائح 10 لفصل الصيف مثلا، فبضغطك هنا أوديو ستسمع هذا الصوت. القوانين الأساسية بالنسبة لفصل الصيف، من الأحسن أن تأخذ تلقيحك، كلما كان عدد الملقحين أكثر كلما كان الأمر آمنا بالنسبة لنا جميعا. فنصيحتي هنا واضحة. بالنسبة لأسئلة كورونا وأسئلة السفر إلى غير ذلك، أظن بأنني شرحت فيها الكثير من الأمور، فما عليكم هو فقط العودة إلى الفيديوهات التي نشرتها قبل الشهر الثامن، يعني أواخر الشهر السابع كان فيها كثير من الفيديوهات بالنسبة للسفر إلى خارج بلجيكا. بالنسبة للعودة إلى بلجيكا الأمر سهل جدا، حيث أن ما فيه فرق ما بين الملقحين وغير الملقحين إلى غير ذلك، يعني كل من هو راجع إلى بلجيكا عليه أن يملأ استمارة PLF، استمارة السفر الصحية، وانطلاقا من البيانات التي وضعتها في هذه الاستمارة يتم إرسال رسالة إليك، إما لإجراء تحليل كورونا في اليوم الأول أو لإجراء تحليل كورونا في اليوم الأول واليوم السابع، وكذلك الدخول في حجر صحي أو الإعفاء من أي من كل هذه الإجراءات. يعني ما عليك هو فقط ملء استمارة PLF إما أونلاين أو عن طريق يعني على ورق كيفما نقول، فانطلاقا من هذه البيانات سيعطوك التعليمات التي يجب اتباعها من أجل أن تكون يعني على ما يرام فيما يخص كورونا وفيما يخص السفر إلى غير ذلك. إن فيه بعض الأمور التي هي إجبارية بالنسبة لغير الملقحين، بالنسبة للملقحين مثل أنا ملقح ومضت أكثر من يعني بالنسبة لستة أشهر على التلقيح، فتوصلت برسالة من أجل إجراء التحليل لأنني أتيت من بلاد من بلد فيه ربما اللون الأحمر وهو خارج الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لمن سيرجع إلى بلجيكا انطلاقا من بلد أوروبي سيختلف الأمر، وكذلك يختلف الأمر بالنسبة لمن غير لمن ليس ملقح، يعني فيه اختلاف ما بين الملقحين وغير الملقحين والبلد الذي أتيت منه، فلذلك صعب علي أن أشرح يعني كل حالة على حدة. ما عليك أنت هو فقط ملء البيانات بشكل صحيح في استمارة PLF، وأحسن شيء هو أونلاين من أجل التوصل برسالة بشكل أسرع، لأن على ورق يطول الأمر وربما قد يستغرق عدة أيام، فلذلك الأونلاين سيكون أحسن حل بالنسبة لي.